نحن نتحدث أكثر عن هذه التقارير عبر الهاتف. ينضم إلينا من العاصمة أبو ظبي المحامي محمد صبرة، كبير المفاوضين سابقا في الهيئة السورية العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا توثيق جديد، نتحدث عن تقرير أممي اليوم، إدانات الأمم المتحدة تدين بشدة هذا الموضوع. وفق ظروف هذا التقرير وتوقيته، هل ممكن أن يغير شيئا هذه المرة، علما بأنه ليست المرة الأولى وبأنه ب 2017 حتى عرض شهادات لنساء تحدثنا عن عمليات الاغتصاب بالتفاصيل؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. حقيقة يعني مثل هذه التقارير الدولية بدأت عمليا، يعني ليست جديدة، بدأت منذ عام 2011 حسب تقارير مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما التقرير الثالث من الصادر عن مجلس حقوق الإنسان تقريبا في شهر أيلول من عام 2011، والتقارير التي تلتها تقارير اللجان المستقلة، لجان التحقيق المستقلة، سواء تلك التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو التي شكلها مجلس الأمن، أيضا تحدثت عن موضوع الاغتصاب باعتباره يمارس على نطاق واسع، وهو ليس فقط مجرد عقاب للمعارضين للنظام، وإنما أخذ أبعادا أخرى، لأن سياسة الاغتصاب كان الهدف منها في كثير من الأحيان تهجير قطاعات سكانية من بعض المناطق السورية أو من بعض المدن. نحن نعلم الآن حسب تقارير لجان التحقيق الدولية وحسب ما تم توثيقه من أكثر من منظمة دولية، بأن سياسة الاغتصاب مثلا مورست على نطاق واسع في حمص، في ريف حمص وفي مدينة حمص، وكان الهدف هو إفراغ مدينة حمص من سكانها، وتم حقيقة هذا الأمر. حاليا مدينة حمص تقريبا تم طرد حوالي 85% من السكان الطبيعيين لمحافظة حمص، ما تبقى هو فقط 15%. أود التنويه أيضا بأن هناك آليات كثيرة جمعت مجموعة من الشهادات، أهم هذه الآليات على الإطلاق هو ما يسمى بآلية التوثيق التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2016، وعينت القاضية الفرنسية السيدة كاترين على رأس هذه الآلية، وهي الآن تحاول أن تستجمع كل عناصر ملفات جرائم الحرب. للأسف لم يتم تسليط الضوء على موضوع الاستعباد الجنسي أو الاغتصاب كعقوبة من ناحية، وكسياسة ممنهجة من قبل قوات النظام من ناحية أخرى. كانت تمر دائما التقارير ضمن التقارير التي تتحدث بها لجان التحقيق عن الانتهاكات في سوريا. أهمية هذا التقرير تأتي ليس من أنه يطرح الموضوع لأول مرة، ولكن لأنه أفرد لهذا الموضوع حيزا كبيرا جدا، بحيث أنه استطاع أن يسلط الضوء على هذه السياسة التي الممنهجة النظام والتي مارستها قوات الأمن. يعني نحن حتى اللحظة للأسف لا نعلم مصير النساء اللائي تم اعتقالهن، وما زلنا تحت الاعتقال. نحن التقينا مع مجموعة كبيرة من النساء الذين خرجوا من المعتقلات، حقيقة ما تم الحديث عنه شيء لا يمكن تصوره، لا يمكن تخيله. ممكن نعرف عن حالي على الأقل سيد محمد من حضرتك؟ يعني للأسف موضوع الاغتصاب في داخل المعتقلات تجاوز حد فكرة العقاب إلى حد بعيد جدا يتعلق بمسألة الإذلال المستمر، انتهاك الكرامة اليومي المستمر. نحن لدينا وكان هناك توثيق لكثير من حالات الحمل، الإجهاض، كثير من حالات الانتحار، وكثير من الحالات التي أدت حقيقة إلى عمليات لا يمكن وصفها إلا بأنها في منتهى الوحشية. لم تشهد حتى معسكرات الاعتقال النازي مثل هذه الممارسات. لا يوجد جيش في الدنيا وفي التاريخ مارس مثل هذه الأفعال التي لا يمكن وصفها. تعرفين حساسية المجتمع السوري وحساسية طبعا، وبعرف بيكفي قساوة الشهادات هذه، ولكن يعني لازم نلقي ضوء، ولو أمكن أن نعرف ما تقوله. يعني في أحد المعتقلات تحديدا في فرع التحقيق العسكري
يعني روت سيدة كانت معتقلة في فترة وجيزة لمدة 4 أشهر، كانت تتحدث عن حفلات، وأقول بهذه الكلمة حفلات، كان يؤتى بالسجينات كل 4 أو 5 فتيات من المعتقلات كان يؤتى بهن إلى غرفة أحد الضباط الذين يكونون مناوبين في تلك الفترة، ويتم عمليا حفلات مترافقة مع إذلال. وأنا كما قلت يعني أنا أحاول أن أتجنب الشيء الذي كان يحدث مع إذلال بمسألة الكرامة، مرتبط بحقد طائفي عنصري لا يمكن الآن، يعني أنا لا أود الحديث أصلا حول ما كانت تطلق من عبارات. يعني روت لي السيدة كيف كانت العبارات التي تطلق، والتي كانت كلها تصب في خانة حقد طائفي ويصل إلى حد العنصرية البشعة جدا. كان هذه المسألة الأساسية، وكان يقول الضابط في ذلك الفرع، يقول للنساء المعتقلات بعد أن يتم اغتصابهن: اخرجنا لتخبرنا أزواجكن وآبائكن عما فعلنا بكم، وسنبقى نفعل هذا الشيء سواء شئتم أم أبيتم. كانت هذه المسألة وكأنها أشبه بعملية انتقام من شيء وهمي في رأس هذا الضابط، نعم، وليس موجودا على أرض الواقع. أنا أشكرك جزيلا سيد محمد صبرة، كنت معنا من العاصمة أبوظبي، كبير مفاوضين سابقا بالهيئة السورية العليا للمفاوضات. شكرا سيد محمد.